بس تعالي بعد اذنك قبل ما نروح للدوريات الاوروبيه، تعالي نروح عند اللقطات اللي هي كانت صاحبه الانتشار الاوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي كام يوم اللي فاتوا. طبعا انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر بكل تفاصيله بكل تحابيشه، بجورجينا رودريجيز بالعبايه الخليجيه بكل الحاجات. كيف رايتي هذا الانتقال؟ لان الحقيقه الناس اتقسمت الى حد كبير نصين، نص شايف ان هو كان لازم يعمل كده عشان يعني يستغل لحتى اخر قطره نجوميته وتاريخه الاستثنائي، وناس تانية شافت ان دي مش النهايه المثلى ليه مشواره ورحلته. انا مع الناس التانيين. انت مع الناس التانيين؟ اه، دي ما كانتش النهايه المثاليه لرونالدو، او هي ممكن ما تكونش لسه النهايه، يعني الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في مستقبله خلال الفترات الجايه، او بالتحديد مثلا مع بدايه الميركاتو الصيفي، لان كانت صحيفه ماركا كانت فجرت مفاجاه كده بعد توقيع رونالدو مع النصر، وقالت ان في بند في عقده هيسمح له ان هو ممكن ينتقل لنيوكاسل مع بدايه الميركاتو الصيفي. الله الله. في حاله لو نيوكاسل حجز مقعد في دوري ابطال اوروبا. بس احنا كنا سالنا صحفي سعودي كان معانا على التليفون يا كريم، ونفى. سالنا النقطه دي ونفى. ما هو رئيس النادي، رئيس نادي النصر اصلا كان نفى. طيب. القصه يبقى دي يبقى ربما مش معلومه هي اكيده. ما هي مش معلومه اكيده، انا قلت هي على عهده صحيفه ماركا هي اللي كانت قالت كده. الموضوع مش 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 بس اساسي. دي يعني دي ممكن تكون حاجه منطقيه ان هي تحصل. وارد. اللي كان مش منطقي اصلا كان انتقال رونالدو للنصر. طبعا. يعني احنا لو تفتكر احنا كان في حلقه كانت قبل راس السنه، قبل راس السنه بالظبط، وكريم سالتني على انتقال رونالدو الى النصر، قلت لك الموضوع اعتقد انه مش صحيح، واعتقد ان هو صعب. حتى كانت اخته كانت نكته بالظبط، اخذت سكرين شوت ونزلت على ستوري انستجرام وقالت ان دي نكته العام. فوجئنا ان هي مش نكته، فوجئنا ان الموضوع حقيقي، ورونالدو وقع عقده مع النصر وشفناه وهو لابس التيشيرت الاصفر. الى الان بعض مشجعي او بعض محبي كريستيانو رونالدو مش بالظبط مش مستوعبين اللي هم شايفينه قدامهم. قد يكون رونالدو ما كانش عنده خيار افضل من ده. الموضوع انتقاله، اعتقد انتقاله يعني كهو كلاعب انتقال مادي، اعتقد يعني رونالدو مش هيستفيد اكتر ما هيفيد، يعني هو اللي هيفيد اكتر. طبعا مع احترامي طبعا للدوري السعودي والفرق الدوري السعودي، لكن احنا بنتكلم على كريستيانو رونالدو اصلا كتاريخ بطولات كريستيانو رونالدو اكتر من تاريخ بطولات نادي النصر يعني. فرونالدو هو اللي هيفيد اكتر ما طبعا هو استفادته هي هتبقى ماديه اكتر منها بطولات، او ان هو مش رايح يحصل على بطولات، او هو بيدور على بطولات. ده مش مجرد استفاده ماديه، احنا بنتكلم على صوره ضخمه من الدنانير الذهبيه، فاكيد الوضع بالزبط. مغري جدا لاي حد يحط نفسه. بنتكلم في 200 مليون يورو في السيزون يعني. بس انا لا اعتقد، لو تاخد وجهه نظري يعني، انا مش شايفه ان الموضوع ليه علاقه بماده خالص. الموضوع ليه علاقه ان كريستيانو كان اصيب باحباط الفتره اللي فاتت وعدم تقدير كبير جدا، حتى ثقه الجماهير فيه ما اصبحتش زي الاول، فهو كان محتاج حاجه تعيد ليه الثقه تاني وتدي له القيمه تاني والمكانه تاني، وده حصل مع النصر السعودي. هو كان عارف ان هو لما هيروح هو هياخد البرستيج اللي هو محتاجه قد كان بالمناسبه، وان هو هيبقى اضافه كبيره جدا، وهو فقد ده في اوروبا وفقد ده مع الأندية الكبرى في أوروبا. فمعلش يعني هي قصة مش مادية على قد ده. أنا حميل للرأي ده. محدش هيدافع عن رونالدو قد كان هو. ده الغالي. ده ابني الكبير. لا بس يعني دي وجهة نظر مطروحة برضو، خلي بالك. هو كان بيفتقد ده، هو بيفتقد التقدير، وكون أصلا أن هو يسترس على نقطة أنه جاله عروض أخرى دون الحديث عن إيه هي العروض، ده في حد ذاته يؤكد ان ما جالوش عروض اخرى. بالظبط. فهو كان محتاج ده، مش محتاج ان هو ينهي المسيره يا كريم. مش بالشكل المؤسف اللي كان سواء مع المنتخب او مع مانشستر يونايتد. فيعني انا وجهه نظري هي ما كانتش هتبقى نهايه مؤسفه خالص لرونالدو لو كان اعلن اعتزاله سواء دولي سواء محلي. ما يلعبش اساسي مع المنتخب وفي مانشستر يونايتد يهان بهذا الشكل وتقولي مش نهايه وحشه؟ لا انا مش شايفاه ان هي النهايه المأساويه يعني بالنسبه لتاريخ كريستيانو رونالدو. اصلا مش هنختزل مشوار رونالدو كله في بس دايما في اللقطه الاخيره دي بتبقى عايزه الفينال بتاعهم او الاعتزال بتاعهم يبقى بنفس المستوى، وما كانش نفس المستوى. طيب هل هو هيبقى بنفس المستوى لو اعتزل مع النصر؟ ما هو بقى هنا في رايين، في راي زي ما كريم بيتكلم، وفي راي ثاني يقول لك حتى لو احرز
حرز 100 هدف، اللي حتى لو عمل يعني طفره في الدوري السعودي، حتى لو فاز مش عارف بايه، هو ده هيضاف لرصيده ولا مش هيضاف؟ ان كده كده مش هيضاف حاجه في رصيده، يعني ده موجود وده موجود. بالظبط. بس هي عشان كده بنقول القيمه المعنويه كانت اعلى هنا من القيمه الماديه ومن قيمه اي حاجه تانية. هو الحاجه الاكيده انه الهزه اللي اتهزها اللي انت كنت بتتكلمي عنها في الفتره الاخيره اكيد برضو كان ليها دور ما في رؤيته وفي حساباته. انا شايفه ان ده هو قرار، ممكن يكون اكيد هو ادرى بالتفاصيل. انا شايفه كده. احنا نكلمه بقى. ملهاش حل تاني. والله نعرف من المنبع طبعا المصدر. انا شايفه قرار مهزوز. الا كريستيانو يا منى. الا كريستيانو يا منى. مش عارفه اخد راحتي. لا بس للامانه احنا بنتكلم على شخص استثنائي. ده حقيقي. ده حقيقي، ما اختلفناش. بس انا شفت ده قرار، لا قرار مهزوز مش طب اقول لك